بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للعن الشيطان عند كل خطأ، هل لنا ذلك وهل ورد شيء في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الشيطان يفرح بذلك ويقول: أنا أغضبت ابن آدم، أو أنا ضررت ابن آدم. والشيطان ملعون، لا يحتاج إلى لعن، ولكن المشروع الاستعاذة من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان وتتوب إلى الله عما حصل منك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ عبارة: لولا كذا لفعلنا، هل فيها بأس؟ نعم، لا تقول لولا كذا، قل لولا الله ثم كذا، ولا تقول لولا كذا لحصل كذا، ولكن تسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أسمع من بعض الناس يقولون بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفدية أو الهدية تنفع الميت سواء كان رجلا أو امرأة في قبره، ما صحة هذه الأقاويل؟ هذه بدعة ولا تجوز، ولا يصلي أحد عن أحد، لكن يدعو للميت، تصدق عن الميت، تغفر للميت، هذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: بالنسبة للبيع والشراء عن طريق الخصم من البنوك، فلي أمي يقول تعمل في الذهب، تبيع وتشتري، ويخصم من مالها من هذا البنك عن طريق الصراف وعن طريق البطاقة. بيع الذهب أو الفضة بمثلهما، أو بيع الذهب بالفضة أو العكس، اختلاف الجنس لابد من التقابض، وإذا اتحد الجنس لابد من شيئين: التقابض والتساوي في المقدار. هذه أمور خطيرة يتعامل فيها إلا من يتقيد بأحكامها. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا في قرية وعند بيتي أكرمكم الله كلب مربوط لحراسة منزلي، وعندي بعض الماشية في طرف القرية أي بعيد قليلا عن بيوت جيراني، وأنا أخاف من الحرامية، ولذلك اتخذ ذلك الكلب الذي ينبه إذا علم باللصوص. نعم، اتخاذ الكلب للحراسة جائز شرعا، اتخاذ الكلب للحراسة وللصيد هذا جائز شرعا، أما ربطه أو عدم ربطه هذا راجع إليك وإلى ما فيه المصلحة وحصول المقصود. نعم. شد الرحال لزيارة الأنبياء والأموات الصالحين، ما حكمها وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ هذه بدعة، ولا يجوز السفر لزيارة القبور أو زيارة الأولياء والصالحين، وإنما زيارة القبور من غير سفر مستحبة، زيارة قبور المسلمين مستحبة من غير سفر، يكون القصد منها الدعاء للأموات، يكون القصد منها الدعاء للأموات واكتساب الأجر في زيارتهم. أما من يقصد بذلك التبرك بالقبور أو بالأولياء والصالحين هذا شرك بالله عز وجل. نعم. يا شيخ، إذا أقام المسافر في بلد 3 أيام وفي نيته مواصلة السفر، هل له الجمع؟ نعم، إذا نوى إقامة لا تزيد عن 4 أيام له القصر والجمع، أو نوى إقامة غير محددة ما يدري متى يسافر، هذا له أن يقصر ويجمع ولو طالت المدة لأنه لم ينوي إقامة. ولكن إذا كان عنده مسجد فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة ويجيب المؤذن ويتم الصلاة معهم. نعم. الأشياء الشيخ التي تبطل مدة المسح على الخفين أو الجوربين أو على العمامة؟ تمام المدة، إذا تمت
تمت المدة بطل المسح، أو إذا خلع الممسوح عليه بطل المسح. نعم يا شيخ، بعض الآباء هل له أن يزوج البنت بنته بدون رضاها؟ لا، لا يزوجها بدون رضاها، بل يأخذ رأيها ولا يزوجها بمن لا ترضى به. نعم. يقول السائل يا شيخ، في بلدي عادة وأسأل عنها، وهي لباس الأسود الغامق والتمسك به حتى الانتهاء من العدة، فما حكم الشرع في نظركم بذلك؟ ليس للمعتدة من الوفاة لباس خاص، تبقى في لباسها العادي، إلا لباس الزينة تتجنبه، أو اللباس الضيق أو اللباس الشفاف الذي لا يستر ما وراءه، هذا لا يجوز لا للمعتدة ولا لغيرها. نعم. يقول الشيخ، ما معنى الآية الكريمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ تظهره، إذا تظهر شيء من كلام أو غيره أو تنويه في نفسك، يحاسبك الله على الحالتين. وهذه الآية نسخت الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا ناسخ للآيات التي قبلها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا منسوخ. نعم. يقول في الحديث، هل هذا وارد يا شيخ وقد أشكل علي، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به الأنفس؟ نعم، وارد عن الرسول، صحيح، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. يقول، نحن مجموعة من الزملاء نسكن في سكن الجامعة، وعددنا فوق تجاوز 10 أشخاص، هل يجوز لنا أن نصلي جماعة في المسكن، لأن الخروج إلى المسجد بعيد جدا عن سكننا؟ إذا كنتم لا تسمعون الأذان فصلوا في مكانكم، ما إذا كنتم تسمعون الأذان يجب عليكم الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والمراد بالسماع هنا السماع بدون مكبر صوت، إذا كنتم تسمعونه لو أذن بدون مكبر صوت يجب عليكم الحضور. نعم. أيهما يقول يقدم، صلاة الجنازة أم الفرض لمن فاتت عليه الجماعة، وما كيفية القضاء على من فاته التكبيرات في صلاة الجنازة؟ نعم، يصلي على الجنازة لأنها ترفع وتفوت، إذا جاء متأخرا في جنازة يصلون عليه، يصلي معهم عليها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفريضة. أحسن الله إليك يا شيخ. فضيلة الشيخ، إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ صحيح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يأتي به بعد الإمام هو آخر صلاته. نعم. ما العمل يا شيخ إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في النافلة؟ إذا كان في آخرها يكملها، أما إذا كان في أولها يقطعها، قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إن كان في آخرها يكملها، أما إن كان في أولها فإنه يقطعها ويصلي الفريضة مع الإمام. نعم. يقول الشيخ، ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في المناسبات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة، فالتهادي هذا طيب بين الإخوة والأصحاب. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول، أشاهد بعض المصلين هداهم الله يسجد قبل الإمام أو يركع قبل الإمام، في مثل هذه الحالة هل تبطل الصلاة وهل له الإعادة؟ نعم، إذا لم يأتي بما سبق بعد الإمام يعود ويأتي به بعد الإمام، إذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فإن تدارك وأتى بذلك بعد الإمام صلاته صحيحة، ويعتبر ما فعله خطأ أن يتوب إلى الله منه. أما إذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام ولم يتراجع عن
عن ذلك فإن صلاته باطلة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. بالنسبة يا شيخ صالح لصلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، كلاهما جائز، كلاهما وردت به السنة والحمد لله، كلاهما جائز. نعم. أحسن الله إليكم. أوقات النهي بالنسبة للصلوات، يقول وإذا ذهبت إلى مكة قبيل المغرب ما هي؟ أوقات النهي من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند قيام الشمس على وسط على الرؤوس حتى تزول وقت الظهيرة، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه أوقات النهي، لا يصلي فيها إلا الفريضة وتحية المسجد على خلاف في ذوات الأسباب، ولكن إذا فاتته الصلاة يصليها، من نسي صلاة أو نام عنها يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. يقول الشيخ رجل يصلي الليل وصلاة الليل مثنى مثنى فقام إلى ثالثة نسيانا فماذا يفعل؟ يرجع، قام إلى ثالثة يرجع ويجلس يسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن دعاء القنوت، هل هو ثابت فضيلة الشيخ، وهل له وهل للداعي أن يزيد على دعاء القنوت الوارد؟ نعم، ثابت، دعاء القنوت ثابت، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة حينما دعا لقوم أو دعا على قوم من الكفار، القنوت ثابت. والدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، هذا هو أفضل أنواع القنوت، وله أن يزيد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ بالنسبة أيضا يقول فقرة متعلقة بذلك، رفع اليدين عند دعاء القنوت هل وارد ذا؟ نعم، لأن ترفع الأيدي عند الدعاء، لأن هذا من أسباب القبول. نعم. يقول عندي مصاحف وكتبت عليها وقف لله تبارك وتعالى. نعم، طيب، المصاحف طيب والكتب النافعة هذا طيب. نعم. يقول أجد صعوبة شديدة عند قيام لصلاة الصبح، أريد منكم حلا في ذلك. عود نفسك على القيام وإن شاء الله تعتاد، واعزم على القيام ويعينك الله على ذلك، ونم مبكرا، نم مبكرا حتى تأخذ حظك من النوم وتقوم لصلاة الفجر. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن بعض النساء هداهن الله أن يقومن بتلبيس البنات الصغيرات القصير والبنطال، ويقولن عذرهن بأنهن صغار. فضيلة الشيخ، لا يجوز تربية البنات على اللباس غير المحتشم، تلبس البنت ولباسا محتشما يستر عورتها ولو كانت صغيرة، لأن ذلك فيه فتنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول والدي رحمه الله مات وهو يتلفظ بالحمد لله الحمد لله الحمد لله، علامة الختام في ذلك يا شيخ حبيبكم الله؟ الذي ينبغي أن يلقن المحتضر لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، في الحديث الصحيح، فيلقن أن يقول لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الحية التي تظهر في البيت، هل هذا وارد؟ يستعيذ منها ثلاثة أيام، إن خرجت وإلا فإنه يقتلها. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ بالنسبة للماء البارد، يا فضيلة الشيخ أيهما أفضل السبيل، الماء البارد أو هناك أشياء أخرى كإطعام الفقراء وغيرهم، ما الذي يصل؟ كله طيب، إطعام الطعام وأيضا سقي الماء، سقي الماء للناس كله طيب وكله فيه أجر. نعم. متى نطلق يقول الشيخ على أن هذا العمل بدعة، وما ضابط ذلك مأجورين؟ ما خالف السنة فهو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالعبادة التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة هذه بدعة. نعم. يقول ما حكم شهادة الزور، وإذا كان قد حصل للشخص منفعة بهذا فكيف التوبة؟ شهادة الزور محرمة، وهي من أغلظ، هي من الكبائر المغلظة، قال صلى الله عليه وسلم
لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير الحق، قذف المحصنات المؤمنات. وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها حتى أشفق عليه الصحابة، قالوا ليته سكت. نعم. يقول: أفسر الآية في قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، اللغو هو الذي لم يقصده الحالف، يجري على لسانه من غير قصد، فلا والله وبلا والله، هذا هو لغو اليمين الذي لا يقصده، يجري على لسانه بدون قصد لعقد اليمين. نعم. يقول لي أخ في 15 من عمره مصاب بالصرع، واستشرنا أحد الإخوان عند القراءة عليه، فقال اقرأوا عليه سورة البقرة كاملا، فما هي الآيات التي تقرأ على المصاب بالصرع؟ تقرأ عليه سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذة، هذا ما يقرأ عليه، سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتان. وإذا قرأ عليه أكثر من ذلك من القرآن هذا شيء طيب. نعم. في الآية يا شيخ: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما المقصود بذلك؟ المقصود أنه يخلف من سبقه من أهل الأرض، يخلف من سبقه من المخلوقين في الأرض، هذا الخليفة، وليس خليفة عن الله سبحانه وتعالى. الله لا يخلف عنه أحد، وإنما المراد أنه خليفة لمن سبقه من المخلوقين، لأن الأرض فيها قبله مخلوقون. نعم. له أبو إبراهيم هذه الأسئلة نختم بها الحلقة. يقول الشيخ: الحث أو الحلف على القرآن ووضع اليد عليه هل هو جائز؟ لا دليل على هذا، ولا يتخذ القرآن للحلف عليه، هذه عادة سيئة. نعم. ضرب الأمثلة يا شيخ صالح من القرآن بقول الشخص: هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. الاقتباس من القرآن لا يسمى بالاقتباس، لا مانع منه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن من هو ذي القرنين الذي ورد في سورة الكهف، وما هي قصته؟ الله بينها. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض، إلى آخر الآيات. الله بين هذا وبين من هو ذي القرنين، هو ملك مسلم مكن الله له. نعم. سائلة تقول: إذا طلقت المرأة وهي نفساء فهل الطهر من دم النفاس يعتبر أول طهر ويحتسب؟ لا ما يعتبر، تستقبل 3 حيض. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حيض، ما لا طلقت في أثناء الحيض فلا تعتبر هذه الحيضة، وإنما تستقبل 3 حيض. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. وقد سجل هذا اللقاء الزميل عبد الله المواش من مكتبة الشيخ بالرياض. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.